السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ورمضان مبارك كريم ان شاء الله. اليوم غادي نقدم لكم هاد الدجاج كنتاكي او الكويس نتاع الدجاج اللي كيجيو فنين في حال نتاع الزنقه، واحسن بطبيعه الحال في الدار. المهم بالنسبه للمقادير، غادي نحتاجو الفخيطات نتاع الدجاج اللي تكونوا ديجا غسلتوهم مزيان وقديتوهم، ديروا فيهم الملح لبزار، سكينجبير، العطريه ديال الدجاج، وواحد البيضه، وشنو سميتو لاصوص حاره الا عندكم، وتزيدوا عليهم الحليب وتديروهم تخلطوهم مزيان وتخليوهم حتى يعني تقريبا واحد الا كانت ليله كامله احسن. هنايا غادي تحتاجوا البيض، الدقيق غادي ديروا فيه هاد العطريه اللي صورت لكم، ما كانتش يعني ديروا غير عطريه عاديه ديال الدار. وغادي نحتاجوا كما قلت لكم الاخر شنو سميتو، غير نهزوا الدجاج غادي نديروه هنايا في الخلطه مزيان، ضروري تبلوه مزيان، وخاص الدجاج يكون ديك التتبيله ديالو تكون شربات فيه مزيان. صافي، هنايا كنديرهم في الزيت اللي تكون سخونه، ومن بعد تنقصوا لها النار باش يطيبوا الدجاج. بغيتوا ديرهم في الفران لكم الاختيار. صافي، هنا تخليهم حتى يتحمروا مزيان، ضروري البنات تخليهم يطيبوا على خاطرهم. ها انتم هنا كيف ما كتشوفوا كيجيو زوينين بزاف. نتمنى هذا الوصفه نتاع اليوم تعجبكم وتنال الاستحسان ديالكم، وما تنساوش تبارطاجيو القناه مع الاهل والاصدقاء باش تعملوا فائده على الجميع. كيف ما قلت لكم، بالنسبه للدجاج خاصو ضروري يبات بشكل يشرب ويجي زوين. وهذا ما كان، وشكرا لكم البنات، وفرة ممتعه.